اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب بضيفي الكابتن تامر الصاوي، احد رموز التنس الارضي وابن النادي الاهلي وابن منتخب مصر. اهلا بيك يا كابتن. اهلا كابتن هيثم، اهلا بيك، نورنا. والحقيقه انا مستني اللقاء ده. الله يخليك، بالعكس يعني فرصه جميله جدا ان احنا نقعد القعده دي، يعني ما بتجيش كتير. لا، واحنا فرصه كمان. انت طبعا مقيم في الولايات المتحده الامريكيه، وجودك في مصر يمكن فتره مؤقته كان لهدف معين، طبعا اكيد هنقوله. طب بس قبل ما نخش في التفاصيل يا كابتن، لازم نعرف طبعا تاريخك، ولازم نعرف انت ابتديت ازاي التنس، وابتديته ازاي مع النادي الاهلي. اتفضل كابتن. طبعا انا عمري كله في النادي الاهلي، يعني يمكن الواحد وهو صغير لغايه يمكن 15 او 16 سنه قضى وقت اكتر في النادي الاهلي عن وقت اللي كان بيقضيه مع عائلته او في البيت، زي اي لاعب او اي رياضي في النادي الاهلي. والدي كان بيلعب تنس وحببني جدا في اللعبه، ابتديت صغير جدا يمكن 3 سنين او 4 سنين، وبعدين لقى ان في تقدم ولقى ان في موهبه، فابتدى يشجعني، وبالتالي ابتديت اخد اللعبه بجديه، وفزت باول بطوله ليا وانا عندي 8 سنين ونص تحت 12، واستمرت بقى الانتصارات بعد كده لغايه يمكن 15 سنه ونص. كسبت بطوله فردي رجال هنا في مصر، وخلصت نمره واحد على مصر في سن صغير جدا ما شاء الله. فيعني دي الرحله باختصار في الفتره ديت. وانا طبعا يعني حبي للعبه بعد كده خلاني ان انا اكمل ان انا اخد سكولرشيب واخش جامعه في امريكا، وبعد جامعات امريكا احترفت سنه 93، وفضلت لعبت كلاعب محترف لغايه ما اعتزلت في الصيف سنه 98 بعد اخر رولان جاروس انا لعبتها. ما شاء الله يا كابتن، يعني تاريخ كبير. بس طب خلينا نشوف التقرير اللي احنا جهزناه لحضرتك مع الساده المشاهدين، ونرجع نكمل حوارنا. تمام. تامر الصاوي نجم التنس الأهلاوي، ومسيرة حافلة من الإنجازات داخل ملاعب الكرة الصفراء. نجم يجهله الكثيرون من أبناء الجيل الحالي، وأحد أهم لاعبي التنس المصري عبر تاريخه، ومن أفضل لاعبي النادي الأهلي في التنس الأرضي منذ نشأته. فهو شخصية لديها الكثير من الخبرات داخل ملاعب الكرة الصفراء وخارجها، ويعد أحد أفضل الخبراء المصريين في اللعبة. هو تامر الصاوي، المولود في 11 من فبراير عام 1972. نجح في الاحتفاظ بلقب بطولة مصر الأهلية ل12 عاما على التوالي، وتحديدا منذ عام 1987 وحتى عام 1998، وهو العام الذي أعلن فيه اعتزاله. توج بطلا لفرد الرجال على المستوى المحلي وهو في سن 15، كما أنه حصل على بطل أمريكا للجامعات عام 1993، مما منحه الفرصة لتوقيع عقد احتراف ليبدأ في الحصول على العديد من البطولات الفردية والزوجية للمحترفين، قبل أن يصل للمركز رقم 127 عالميا على الصعيد الفردي، و 128 عالميا على الصعيد الزوجي، كما شارك في 13 بطولة عالمية من بطولات الجراند سلام. وعقب اعتزاله للعب سافر لأمريكا، وقرر إنشاء مركز تدريبي للتنس ساهم من خلاله في تدريب وتأهيل العديد من لاعبي منتخباتنا الوطنية، كما أشرف الصاوي على تدريب منتخبنا الوطني عام 2011، وحصد مع المنتخب ذهبيتين وفضيتين وبرونزيتين في دورة الألعاب الإفريقية التي أقيمت بموزمبيق عام 2011، وترأس مؤسسة المدربين المحترفين العالمية في مصر عام 2014، قبل أن يترأس المؤسسة في الإكوادور وأمريكا على الترتيب العام الماضي. كما أسس شركة خاصة به لإدارة الأعمال الرياضية في أمريكا، كما أنه رئيس لمركز تدريب التنس الأرضي بأمريكا. ويؤكد المتابعون للتنس الأرضي المصري أن تامر الصاوي هو أحسن لاعب في تاريخ مصر خلال 40 عاما الماضية، وأنه قادر على قيادة اللعبة وتطويرها في ظل امتلاكه لأدوات العصر الحديث وخبرات كبيرة اكتسبها من الاحتكاك مع المدارس الأجنبية المختلفة. يحل الصاوي ضيفا على برنامج الأبطال للحديث عن العديد من التساؤلات الخاصة بالتنس المصري والعالمي.
زي ما وعدنا حضراتكم من اول يوم ان احنا هنوفر القدوه لابطالنا وشبابنا وناشئاتنا وكل الناس. الحقيقه مش هنلاقي قدوه في التنس الارضي زي كابتن تامر. كابتن تامر يمكن تاريخه عريق جدا ويعني حاجه مشرفه لمصر. الله يخليك. هو فعلا غريب شويه ان الواحد يسمعه وبيحسسه بطول المده وعدد السنين الطويله الواحد قضاها في اللعبه، بس طبعا حب الواحد للعبه ويعني بيخلي ان هو عايز يكمل، بس للاسف بقى مع السن والكلام ده كله الواحد لازم أكيد يغير كاريره شويه. مرحله جديده في حياتك يمكن طبعًا كابتن طبعًا. انت يمكن قبل الهوا كنا بنتكلم ان حضرتك عايز تفيد بلدك باي شكل من الاشكال. حقيقي. للناس ما تعرفوش ان كابتن تامر الحقيقه كمان اجل سفره اليوم الاربعاء لانه كان راجع الولايات المتحده الامريكيه، واجل سفره مخصوص عشان يكون معانا في برنامج الابطال، وده ان دل فيدل على قد ايه هو بيقدس دور او يعني نادي الاهلي او دعم النادي الاهلي للتنس. طبعا بنشكر حضرتك يا كابتن على الهواء على هذا. لا الف شكر. يعني حضرتك تبقى معانا. انا عايز اعلق تعليق يا هيثم لو سمحت لي سريع جدا. يعني على الاحترافيه اللي القناه ورؤساء التحرير هنا وحضرتك وجميع الاستاف اللي موجودين قابلونا انا بيها. يعني انا يمكن الواحد في مصر بيبقى متوقع حاجات مختلفه شويه، لكن الف مبروك على الابجريدز بتاعت القناه. طبعا حاجه جميله جدا، بس من الباب من ساعه ما دخلنا لغايه الدقيقه اللي احنا قاعدين فيها دي دلوقتي معامله في منتهى الحضاره، معامله جميله جدا جدا جدا. فحب اشكركم كلكم على الواحد حاسس فعلا ان هو رجع للنادي الاهلي تاني. كابتن يعني حضرتك ابن النادي الاهلي وقناه النادي الاهلي جزء لا يتجزا من النادي الاهلي، وقناه النادي الاهلي بعد الافتتاح اصبحت تليق بابناء النادي الاهلي وجمهوره. حاجه جميله جدا. حضرتك مشرفنا الحقيقه. ويمكن انا يمكن عايز احط الضوء، انا دايما ببتدي مع كل ضيوفي من النهايه، لان النهايه بتبقى هي الابديتد واللي فيها كل الاحداث. يمكن حضرتك نزلت عشان دوره الجي بي تي سي اي. مظبوط. الدوره المهمه جدا في عالم تدريب التنس. تمام. الدوره دي صعب جدا مدربينا يروحوا لها بره لانها مكلفه. كلمنا ازاي حضرتك قدرت تجيب الدوره دي او الكورس التدريبي ده في الظروف دي في وجود كورونا وجائحه كورونا لمصر وبالتكلفه البسيطه على المدربين. اتفضل يا كابتن. بص حضرتك بالنسبه يعني الجي بي تي سي اقوى مؤسسه للكوتشنج في العالم معتمده من الاي تي بي اللي هي برضو مؤسسة التنس للمحترفين، وإحنا جناح التدريب في المؤسسة ديت. تمام. فالكورسات ديت إحنا ابتديناها في مصر سنة 2014، وابتدينا بكورسات أعدادها أصغر شوية مع مدربين معينين، والحمد لله النهاردة لسه مخلصين الكورس بتاعنا اللي كان يعني على مستوى عالي جدا جدا جدا. 34 مدرب منهم منتخبات مصر كانت موجوده معانا النهارده، فده شرف ليا طبعا هم كانوا موجودين، فيعني شيء جميل جدا جدا جدا. اما بالنسبه لظروف الكورونا بالذات، عموما الكورس ده بيبقى 3 ايام بنقابل فيه المدربين، وبعدين هم بنستضيف ناس من بره ييجوا يقعدوا في مصر هنا الثلاث ايام دول ويدوا المحاضرات بتاعتهم، وبعدين يرجعوا لبلادهم اذا كانت اوروبا او امريكا او 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 او. بس طبعا في الظروف اللي احنا فيها السفر كان صعب جدا. اكيد. وتمام. وفي نفس الوقت الكورس مكلف بشكل عالي جدا. فانا قدمت طلب لمجلس الاداره ان احنا نعمل اول يومين اونلاين. ممتاز. بحيث ان احنا نعملها على الانترنت، المحاضرات كانت على الانترنت، وده يحفظ سلامة المدربين، لأن وجود 34 مدرب صعب إن احنا نتحبس في أوضة أو في الظروف الحالية. وطبعا يعني احنا كلنا لازم نشارك في المحافظة على صحة بعض طبعا. فبالتالي طبعا احنا عملنا الكورس أونلاين لأول يومين. ثالث يوم طلبنا من المدربين إن هم يحضروا شخصيا في ملعب تنس، ملعب مفتوح أوبن إيريا بقى طبعا. أوبن إيريا ملعب مفتوح، أي مشكلة. الكراسي محطوطة بتباعد على الاقل 2 متر بين كل كرسي وكرسي، الماسكات موجوده طول الوقت. ممتاز. طبعا لعبه التنس حظها كويس جدا ان اللعيبه بعيد عن بعض قوي. صحيح. فوجود اللاعب او المدرب في الملعب داخل الملعب الماسك مش ضروري على اساس ان المسافه 10 متر او 12 متر. المسافه اللي بعد الاجتماع موجود اوريدي بحكم اللعبه. تمام. وانا صح. كمدرب بحاول برضو ان انا اتباعد عن اللعيبه. قبل كده كان ممكن الواحد يقرب ويعمل ديمونستريشن، دلوقتي الواحد بيتباعد شويه. تمام. فقدرنا ان احنا ننجح الحمد لله في ان احنا نقدم الدوره دي للمدربين بتوعنا. عملت الجزء العملي في الملعب؟ عملنا الجزء العملي في الملعب. طب التست او الاختبار بيتعمل زي ريفيو بعديها للمحاضره كلها والايام اللي فاتت، وبعدين بنديهم الامتحان. الحمد لله اغلب المدربين عدوا في الامتحان دوت واخدوا الشهادات بتاعتهم النهارده، وببارك لهم طبعا على الليفل اللي هم خدوه النهارده، لان في ناس كانت واخده معانا قبل كده ليفل سي وتصعدوا الليفل بي، فمعناها ان الخبرات بتاعت المدربين اللي عندنا في مصر ابتدت تتقدم. يعني افهم من كلام حضرتك ان الكورس ده بيعمل ابجريد للليفل بتاع المدرب، يعني لو هو لايسنس تايب سي بيبقى بي، لو بي بيبقى ايه، يعني الكورس ده مهم جدا للتصنيف. هختلف بس احنا كورساتنا صعبه جدا وال بالظبط. فليفل ايه محفوظ لواحد كسب جراند سلام او مرن لعيب في اول 10 في العالم، فالحصول على ليفل ايه صعب شويه. صعب شويه. لكن احنا عندنا سقف اللي هو بي، فبنحاول نساعد المدربين. يعني النهارده كان في 34 مدرب، 5 منهم توصلوا
للمرحله دي. ممتاز. الباقي كانوا ليفل. خدمه كبيره جدا بتقدمها للوطن الحقيقه يا كابتن. شرف ليا. خليني اقول لحضرتك امتى يا كابتن هنشوف لعيب مصري او لاعيبه مصريه؟ السؤال اللي احنا بنقوله اللي هو ده رساله، ايوه هو ده رساله البرنامج، امتى هنشوف لاعب او لاعيبه مصريه في التوب 100 رانكينج على العالم كله؟ هيثم احنا بعيد قوي 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 على ان احنا حتى نفكر في ان احنا يكون لنا لاعب من اول 100 على العالم بادي من الاول. اقرب لاعب موجود دلوقتي على الحافه هو طبعا بطل مصر الحالي اللاعب محمد صفوت، هو اقرب واحد ان هو ممكن يخترق اول 100 على العالم. ترتيبه كام محمد صفوت؟ 130 حاليا. فاحنا بنتمنى له كل توفيق. كم سنه محمد؟ هل العمر هيسعفه انه يعمل كده؟ بص حضرتك، محمد ابن مصر وتاريخ طويل في اللعبه، فانا بتمنى له كل التوفيق رغم ان هو مش في بدايه كاريره، لكن كلنا بنتمنى ان هو يقدر يخطي الخطوه. احنا قربنا ندعمه بكل ما اوتينا من قوه. فانا بتمنى له كل خير ان شاء الله، ولو قدر ان هو يعملها هيعملها. طب ليه يا كابتن عندنا لعيب واحد؟ ما هي المشكله بقى حضرتك، المشكله حضرتك ان احنا بيطلع لعيب كل 30 40 سنه. ليه؟ زي ما احنا عارفين، ما هو عشان مصر ولاده واحنا 110 مليون. ما تقوليش ابدا، يعني احنا في العاب المضرب سكواش التنس الطاوله عندنا ناس رانكينج، عندنا 16 عصر، وعندنا السيد لاشين، وعندنا ده في تنس الطاوله، عندنا في نفس الكلام في السكواش، يمكن اول 50 بيبقى نادر لما تلاقي حد مش مصري. تمام. ليه التنس الارضي مش كده؟ ليه لعبه التنس الارضي مختلفه شويه عن بقيه اللعبات؟ رقم واحد تكلفتها عاليه جدا. تمام. اولا عشان نقفل موضوع الموهبه والامكانيه، احنا عندنا عدد من الاطفال اللي هم 7 8 سنين 9 سنين بموهبه خرافيه مش موجوده في العالم كله، وانا بقول لحضرتك ولا في امريكا ولا هنا، واعداد كبيره جدا. بس الولد بعد كده على 11 12 سنه بيحصل حاله احباط وبيحصل مشاكل كتير. نرعاهم ازاي يا كابتن؟ ما هو حضرتك المنظومه لازم تبقى على المستوى اللي احنا بنطلب منه. حضرتك لما تقول لي انا عايز لاعب يوصل للتوب 100، واحنا بنتكلم بقى على استمراريه ومش بنتكلم على واحد كل 30 سنه. صح. لان ده ممكن سيستم. نفضل زي ما احنا ماشيين ونعمل السيستم ده بيفرغ لي لعيبه. تمام حضرتك. هل السيستم المحطوط حاليا اللي هو نفس السيستم اللي موجود ال 30 40 سنه اللي فاتوا انتج؟ ما هو اكيد ما انتجش. تمام. احنا هناخد نتائج. تمام. يبقى حضرتك لازم تغير السيستم ده. السيستم ده فيه جزئيتين، جزئيه سياسيه وجزئيه فنيه. بمعنى ان احنا دلوقتي في انتخابات للاتحاد، في اعضاء بيخشوا الاتحاد، في اعضاء انديه بتنتخب يعني اعضاء الاتحاد، في سياسه الاتحاد نفسه. سياسه الاتحاد، سياسه الاتحاد، سياسه اختيار اعضاء الاتحاد. انت قصدك يعني اللائحه الداخليه للاتحاد؟ طبعا طبعا. يعني هقول لحضرتك ابسط حاجه، احنا عندنا في مصر كام نادي تنس حاليا؟ 11 12 مثلا. لا، احنا عندنا دلوقتي 45 نادي بيلعبوا تنس. بس مش دول اللي بيصوتوا. مين اللي بيصوت؟ 11 12 نادي. 11 نادي. يبقى بالتالي انا المطلوب مني التحكم في كام نادي؟ 6. انا لو اتحكمت في 6 انديه احكم مدى الحياه. صحيح صحيح صحيح. احكم. هل النظام ده مقبول ولا لا؟ وانا بسال، انا مش في مكانه ان انا اقدر اغير الكلام ده، وبالتالي انا مش هلوم حد او هتكلم فيه زياده عن كده. بتقول ايه اللي من وجهه نظرك يقدر وعلى مسؤوليتك طبعا ايه اللي يغير؟ بسال سؤال، الناس الثانيه دي اصواتها لا تعني؟ لا اكيد تعني. طيب طبعا. ما هو الانديه دي كلها بتستضيف بطولات وبتطلع ناشئين وبتشارك. يعني لازم التصنيف او الحق له التصويت في الجامعه العموميه المعايير. تمام. تختلف. طيب. تمام. الاول يا كابتن احنا خدنا الشق الاولاني اللي هو الشق ما يتعلق بالانترنال ستاتيوس او اللائحه الداخليه. تمام. للاتحاد. بس الاول عايزك تقول الو يا كابتن. قول الو. الو، مين معايا؟ الو كابتن تامر. ايه الصوت ما جبتوش؟ طيب عمرو معانا طبعا. كابتن كريم مأمون. كابتن كريم مأمون منتخب مصر التنس. الله ينور عليك. ازيك يا كريم؟ ازيك يا كابتن كريم؟ ازيك يا كابتن كريم؟ منورنا طبعا، وعلى شاشه قناه النادي الاهلي، وطبعا كابتن تامر. كابتن تامر منورنا طبعا في الاستوديو. تحب تقول لكابتن تامر ايه على الهوا؟ اقول له وحشتنا واخيرا رجعت مصر شويه نشوفك شويه. لا، رجع مؤقت خلي بالك يعني. بس رجع شويه نلحق نشوف. طيب قول لي يا كريم، يعني انت اكتر حاجه اتعلمتها من كابتن تامر ايه؟ يمكن انتوا في مجال واحد، واكيد هو مثل وقدوه زي ما وعدنا كل الناس ان المثل والقدوه هيكون معانا. اتعلمت منه ايه؟ طبعا اتعلمت منه حاجات كتير على مر السنين، بس من اكتر الحاجات اللي اتعلمتها منه الكوميتمنت والهارد ورك، وان يعني تبقى حاطط جول لنفسك وتفضل تتمرن وتحاول توصل للجول مهما حصل، مهما انت قابلت لك صعوبات ومصبات في الطريق. الكفاح بتاعك اللي انت تفضل مكمل لغايه ما توصل للجول بتاعك. كريم، يمكن احنا كنا بنتكلم نفسنا نشوف بطل يعني على منصات التتويج في بطولات التنس العالميه، او حتى يقرب من التوب 50 او التوب 100. شايف ده مستحيل يا كابتن ولا شايفه ازاي؟ والله
لا طبعا ما فيش اي حاجه مستحيله، بس هي المشكله هي محتاجه حاجات كتير قوي. يعني هي زي سيركل كبيره فيها مليون حاجه لازم تتعمل عشان الواحد يقدر او ما يقدرش. يعني هي في الاخر انت هتحاول تعمل حاجات كتير، كان لازم يبقى معاك مدرب فيتنس، لازم يبقى في نوادي فيها الايكويبمنت الصح عشان الريكفري وعشان التدخين وعشان انت تتابع الماتشات بتاعت اللعيبه اللي هتلاعبها في البطوله الجايه. هي منظومه كبيره قوي، دايره كبيره قوي، وفي الاخر هي التوفيق من عند ربنا ان انت ممكن توفق وممكن بعد كل ده ما توفقش. كريم، يمكن بعض اللاعبين بيلجأوا للسكولرشيب او المنح الدراسيه في الولايات المتحده او بريطانيا او الدول العظمى في التنس، يعني يمكن ده احنا مش شايفينه قوي في التنس الارضي، في لعيبه بره، بس لو بتهيألي لو القاعده دي زادت هنستعوض عن ده ان احنا لعبتنا بتتعد بره، ولا ايه رايك؟ بالظبط. طبعا هي في طبعا في لعيبه كتير قوي بيلجأوا لخبرات كابتن تامر اللي هم يروحوا جامعات في امريكا عشان دي بتوفر لهم الفاسيلتيز اللي موجوده هناك، فدي تخليهم يقدروا يتمرنوا على اعلى مستوى في فاسيلتيز وجيمات وحمامات سباحه، يقدروا يعملوا الريهاب والريكفري بتاعهم على اعلى مستوى. فده اللي بيساعدهم اللي هم يبنوا مستقبلهم الاربع سنين بتوع الدراسه، وبعد كده يقدروا بقى يكملوا في الاحتراف. طب كابتن تامر توجه لكريم ايه على الهواء، تقول له تنصحه بايه طبعا بحكم خبرتك العظيمه؟ اولا كريم من اللعيبه اللي انا مرنتها في فتره من الفترات، واحب اقول ان كريم كان معانا النهارده في الدوره وحصل على ليفل بي معانا في الجي بي تي سي اي، وعلشان يوسع من معلوماته عشان يشارك معانا في الحدث دوت. اما نصيحتي انا لكريم، انا هقول لك حاجه، كريم مستقبله لسه قدامه، وانا بقول له ان هو لازم يكمل في اللعبه دي ويحاول يوصل لحلمه، واحنا كلنا وراه، اذا كان انا او كل اللي من جيلي، او هو اذا احتاج اي مساعده مني او من اي حد تاني احنا تحت امره في اي حاجه، وهو ان شاء الله باذن الله ربنا هيوفقه ويوصل، لان انا شايف ان هو عنده المقدره انه يعمل اكتر ويمشي في كاريره اكتر. بس طبعا زي ما هو قال في ظروف معينه خارجه عن ارادته وخارجه عن ارادتنا كلنا، هنتمنى ان الظروف دي تتحسن في الفتره اللي جايه وان هو يقدر يوصل لاعلى مستوى يقدر يوصل له، وانا متاكد وعندي ثقه تامه فيه وفي ربنا ان شاء الله ده هيحصل. كريم، يعني بتهيألي دي رساله ونصيحه على الهوا طبعا، واكيد ليك ولكل جيلك بتهيألي يعني. طبعا رساله جميله قوي، ويعني وافتخر بيها يعني، والف شكر يا كريم. كريم احنا بنشكرك شكرا جزيلا. كابتن كريم طبعا نجم منتخب او نجم تنس الارضي، بشكرك على وجودك معانا في قناه النادي الاهلي، يمكن اجيال كتير بتحاول تتعلم منك يا كابتن. الله يخليك، وده حاجه طبيعيه وحاجه تشرف الحقيقه. خلينا نرجع تاني لسؤالي اللي كنا مع حضرتك عشان ما تهربش منا المواضيع. يمكن انت قلت الاول طريقه اختيار طبعا او اللائحه الداخليه لازم تتغير، ان كل الانديه اللي بتشارك او عندها لعبه التنس لازم ليها راي. كابتن هيثم، دي نقطه واحده من النقط دي، لكن احنا ممكن نتطرق لنقط كبيره جدا، منها مثلا ان احنا اعضاء اتحاداتنا كلها مثلا ده عمل تطوعي بالنسبه لهم. يعني الناس اللي هي مسؤوله عن لعبه التنس في مصر ما نقدرش نقول الناس دي محترفه وقمه في النجاح، اولا ناس محترمه جدا طبعا، كل الناس كل الاحترام وتقدير لكل، لازم يتكلم على سياسه عمل، معلش بس لازم يتقال الاول ان دي ناس محترمه جدا طبعا. منهم اصدقاء ليا لعبوا معايا قبل كده وناس انا بحترمها جدا، ممكن نختلف في وجهات النظر او الطريق اللي احنا ماشيين فيه، لكن ليهم كل الاحترام، ولازم اقول ده الاول طبعا. بعد كده اقدر اقول ان مثلا التطوع في لعبه زي ديت، انت لعبه دلوقتي كانت الفلوس اللي فيها من 10 15 سنه ارقام ضعيفه جدا جدا صحيح. جدا صحيح. 2 مليون 3 مليون 4 مليون، دلوقتي احنا بنتكلم على لعبه فيها 150 200 و300 مليون جنيه دلوقتي في السوق المصري بين الانديه وبين الكلام ده كله. هل يصح ان احنا نجتمع مثلا مره في الاسبوع ونقرر مصير اللعبه دي؟ طبعا ما ينفعش. فطلب حضرتك ان احنا نحط لعيبه على المستوى العالمي يمثلونا على المستوى العالمي، ده يتطلب ان الشغل اللي هيتعمل يبقى شغل على المستوى العالمي، ما نقدرش نشتغل شغل بسيط. طب نطلب النتائج على المستوى. النقطه اللي حضرتك قلتها الاولانيه هي طريقه اختيار او ان كل يشارك في الجمعيه العموميه تمام، للي بيلاقي 50 نادي 60 نادي، وكل ما كبر القاعده كل ده ما هيكون طبعا. طب النقطه الثانيه اللي حضرتك قلت عليها نقطه فنيه، النقطه الفنيه ايه اللي ينقصنا؟ عندنا كوادر مدربين، عندنا كوادر البنيه التحتيه الدوله عاملاها على اعلى مستوى، عندنا يعني محتاجين ايه؟ هل تحليل هل بلان 5 سنين تتحط قدام؟ ايه اللي محتاجينه فنيا؟ اولا البلان لازم تبقى 8 سنين ل 10 سنين، ودي حاجة احنا اتكلمنا فيها كتيرة، كل الخبراء بيقولوا لك ان مستحيل هيحصل تغيير، اولا بدون التغيير السياسي احنا واقفين محلك سر. خلي بالك كابتن عشان بس حتة السياسي دي، انت يمكن في امريكا فمش عارف شوية يعني المصطلحات، احنا بنتكلم التغيير الاداري
الاداري الاداري اسف. يعني اصل خلي بال حضرتك المشاهدين يعني لا لا لا, لا. كلامك مظبوط 100% الحته هي انت حضرتك طبعا عايش في الولايات المتحده فيمكن الاكسبريشنز شويه تغيير الاداري او الايه او الهدف الاداري او الهدف الاداري الهدف الاداري لو حصل لو ده حصل نبتدي نبص للناحيه الفنيه الناحيه الفنيه لو قلنا مثلا ان احنا حابين ان الكوتشات اللي هم على اقوى مستوى وعلى اعلى مستوى هم اللي يكونوا متواجدين مع منتخباتنا ده ما بيتحش لينا ليه لان الماديات اللي متاحه لمدربين المنتخب حاليا قليله جدا فبالتالي بيحصل ايه مدربين المنتخب الحاليين اللي بيمسكوا اللي هو بيوافق ان هو يتقبل المبلغ الصغير ده بيبقى الرانك بتاعه قليل شويه لازم يبقى اقل لان لو واحد على مستوى عالي جدا هيطلب مبلغ كبير فبالتالي المدربين الاقوياء بيروحوا فين بيروحوا للجهه الخاصه مش الجهه الحكوميه او جهه الانتخابات فبالتالي لما يروحوا للجهه الخاصه انا خسرت كده عامل مهم جدا من الكفاءات طب كابتن خليني يعني استكمل مع حضرتك الحوار ولكن احنا لازم نطلع لفاصل اعلاني وارجع لحضراتكم عشان الحقيقه نكمل حوارنا الممتع مع كابتن تامر الصاوي اهلا بحضراتكم من جديد بنستكمل حوارنا الشيق مع كابتن تامر الصاوي نجم التنس الارضي كابتن كنا بنتكلم قبل الفاصل عن الناحيه الفنيه طيب. عايزك تستفيد فيها لان هي دي برضو ناحيه مهمه جدا انا شايف ان في خطوات ممكن نقدر ناخدها طبعا لو ده سمح ان احنا ناخد الخطوات ديت عشان نحاول نحسن من المستوى الفني اللي احنا بنعرضه للعيبه بتاعتنا ليه لان اللعيبه دلوقتي بما انها موهوبه وبما انها جاهزه لازم قيادة من ناحية الكوتشات وهو ده سبب ان احنا ابتدينا نعمل كورسات عشان نحاول نقوي الناحية الفنية للعيبة ولازم يحصل دعم للعيبة للكوتشات اللي هي ماسكة المنتخبات ديت في نظري وجود لجنة تسويق قوية هيساعد طبعاً. كتير جدا طبعاً. جدا جدا في حل المشكلة طبعاً. دي موارد. ما نقدرش طبعا ان احنا نلوم اي حد في الحتة دي في الوضع الحالي علشان ظروف الكورونا والظروف اللي احنا بنعدي بيها دي بعد الكورونا ان شاء الله اكيد فاحنا بنفكر الهدف من ده كله ايه الهدف من ده كله واحد يعني احنا كلنا عايزين نقوم بالتنس المصري فحتى لو حصل اختلاف في الاراء لازم يبقى في توافق ان الهدف واحد صحيح. ولازم يتم استغلال كل الطاقات اللي موجوده يعني ما استغلش طاقات معينه لان علاقتي بيها مثلا اقرب او لان هي ارائها اقرب لارائي بالعكس انا شايف ان الاستعانه باراء مختلفه دايما بيوصل لقرار افضل فانه افضل ان يتفتح الباب شويه وبالذات لكوتشات اللي اصغر سنا ليه لان الكوتشات دي هي اللي هتشيل بعد كده انا ما اقدرش اشيل حمل كنت اقدر اشيله من 15 سنه صحيح. انا بقول لك بكل صراحه فاهم قصدي يعني انا مش هقدر اشيل الحمل ده فلازم يكون ورايا كوادر تقدر تسند في الحته دي بنصيحتي يعني يكون وجودي برضو يعني مهم كابتن يعني البيضه الاول ولا الفرخه يعني انا معلش انا يعني اللعيب يحقق انجاز الاول عشان ادعمه ولا ادعم لعيب الاول لغايه ما يوصل لانجاز يعني ما يعني هل انا انتظر اشوف اللاعب يجيب يعمل بنفسه هو من جمعيته والدنيا اللي هو فيها يعمل رانك وبعد كده ابتدي اتوجه ليه ولا العكس ان انا اجيب لعيب وتمام سؤال جميل جدا يا حسام والله يعني سؤال جميل جدا لان انا بتساءل كمان احيانا ليه لان اللعيب قبل ما يبقى جامد ما بنسمع ما فيش اي مساعده من اي جهه من الجهات صحيح. وبعدين اللعيب يوصل يعني زي شفناها كتير في الفتره الاخرانيه دي وهنقدر نتكلم في الموضوع ده باستفاضه شويه لقدام بس يعني اللعيب لما يوصل ويبقى ليه صوت ويقدر يطالب ابتدي اديله ودي غلطه كبيره جدا 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 ليه يعني حضرتك شايف ان العكس هو المفروض يحصل العكس هو الصحيح العكس هو الصحيح لكن اللي بيحصل فعلا ان احنا ما بنساعدش لعيب غير لما يبقى صوته عالي ويقدر يأذينا بآرائه أو بوجهات نظره أو بمطالبه فبنحاول نسكته بإن إحنا نساعده أو نقول إن إحنا ساعدناه صحيح. تمام كابتن وكمان في حاجة مهمة مش بقطع حضرتك يعني بس كان معايا كابتن أمير وجيه الاسكواش واحد ألعاب أمير حبيبي طبعا وبرده قامة كبيرة جدا كان من الطيور المهاجرة زي حضرتك طبعا كان معايا في واشنطن لسه من قريب طبعا بس هو كان في مشروع قومي دلوقتي كان معمول للاسكواش وتبني الأشبال هل حضرتك ممكن تكون بتنادي بحاجة زي كده دلوقتي إن يكون عندنا مشروع قومي للتنس بص حضرتك انا بنادي بوحده قوميه للتنس مشروع قومي انا لا انا بص حضرتك انا ما بحبش ادخل نفسي كفرد او انا بنادي بحاجه معينه ليه لان انا حابب ان يكون في اراء تانية غير رايي وما عنديش مانع ان انا اسمعها وما عنديش مانع ان احنا نعملها مع بعض ممتاز. المشكله ضعف حالي المفروض ان يكون في قرارات اقوى من كده ويكون في وحده من الناس القيادات اللي موجوده
اللي انا شايفه اسره كره التنس تمام. كلها كل ده التنس الارضي كل ده اللي انا عايزه. انا مش عايز رايي انا اللي يمشي، انا ما عنديش اي مانع ان انا اشارك الراي مع ناس كتيره جدا، لكن المهم ان احنا نوصل لحاجه. لكن ارجع واقول لحضرتك، هل في اي تغيير في التنس في ال 30 سنه اللي فاتوا؟ لا الحقيقه لا، كل مفيش يعني. طيب احنا لاعب او اتنين لو استمرنا وما بيكملوش، لو استمرنا على كده صعب ان احنا نتوقع تغيير. التغيير هيجي لما الباب يتفتح للكوادر الصغيره اللي ليهم صوت عشان يطلعوا، لناس كتيره جدا قادره انها تساعد دلوقتي وموهوبه وحابه انها تشارك، هنفتح لهم الباب دوت. وزي ما انا قلت ان القدرات اللي موجوده نستغلها بالكامل. حضرتك يعني شايف فعلا يا كابتن ان احنا نمتلك من القدرات الاول البشريه، ثانيا الامكانيات الملاعب والفاسيلتيز كلها، شايف ان احنا نمتلك اللي يخلينا نخش ننافس بقوه؟ انا هقول لحضرتك حاجه، لو السيستم المصري الحالي يوازي اي سيستم تاني، مصر تبقى من اقوى الدول في التنس في خلال 10-15 سنه. هنيك على الاجابه الصريحه دي يا كابتن. انا بقول لك بصراحه، لكن خليني ابقى صريح برضه، انا مش حاسس ان التغيير ده هيحصل. احنا بص يا كابتن اقول لحضرتك حاجه، احنا يعني او دور حضرتك كراجل من الكوادر ان انت عايز مصلحه تمام، وبتقول رايك من باب المصلحه. احنا عمرنا يعني دايما بيبقى عندنا الامل موجود، ودايما بنشوف ان الامور بتتطور في يوم وليله زي ما احنا شايفين اللي بيحصل قدامنا، فاحنا ما بنفقدش الامل تمام. وده دورنا احنا هنا في برنامج ابطال ان احنا صح. ومش هتبقى اخر لقاء بيننا وبين بعض على فكره، أكيد. هنفضل مع بعض أكيد. وهنتابع. فحضرتك شايف ان احنا نمتلك القدرات؟ وحضرتك قلت لي اه 100%. ينقصنا السيستم، وحضرتك قلت ان اول حاجه في السيستم هو الاداري ثم بعد كده الفني تمام. طب اسال حضرتك سؤال طبعا. انا كنت بسالك في الفاصل بقول لك دعم الدوله، قلت لي لا يبقى انا حرام عليا اطلب دعم الدوله في الوقت اللي احنا فيه ده. بص حضرتك انا لازم نتكلم برضو مع المشكله اللي موجوده، مش مشكله للدوله فقط، ما هو احنا عايشين دلوقتي وسط مجتمع صحيح. والرياضه رياضه التنس بتخضع لقوانين رياضات اخرى مزبوط. تمام، وفي وزاره بتحط قوانين معينه لازم كلنا نحترمها صحيح. فالكلام اللي انا بقوله ما يتعارضش مع الكلام ده كله، انا بقول في النطاق اللي احنا بنعمله. يعني انا مش شايف ان احنا بنعمل كل اللي نقدر عليه في الوقت الحالي، بنعمل مجهود يوازي 50-60% لا يوازي الجولز اللي محطوطه. يعني احنا لو هنحط سيستم وعايزين نطلع بلعيبه على المستوى الدولي، يبقى شغلنا لازم يكون على المستوى الدولي صحيح. طالما شغلنا 50-60% اللي هيحصل زي ما حضرتك شايف. وعشان كده انا بقول لحضرتك انا اتخيل التغيير ده هيحصل لما يحصل ان المنظومه بالكامل تشوف الحاجات الكويسه اللي ممكن تحصل لما ده يحصل. يعني ايه؟ يعني قوه الاتحاد لما يطلع لعيبه قويه وتمثل مصر خارجيا هتزيد جدا طبعا. طيب يبقى طبعا. ايه المانع ان احنا نشجع واحد. بدري الهدف واحد تمام، يبقى ايه المانع ان احنا نشجع بدري، ما نستناش لما اللعيبه توصل، نبتدي بدري تمام. ان شاء الله الفلوس ان شاء الله بتدي ب 10-15 لاعب ورعاهم الفلوس تمام، والفلوس اللي موجوده دلوقتي فلوس كتيره تكفي جدا. طيب لو احنا قدرنا نوظف الفلوس دي باسلوب احسن، وقدرنا نسوق اللعيبه بتاعتنا احسن. يعني اكبر حاجه حضرتك اتكلمت عن الامل، انا لما اجي اكلم ناشئ دلوقتي هيقول لي طب ما انا اخري هلعب سنتين ثلاثه وبعد كده هطلع هبقى زي مين؟ مفيش قدوة. امل اتوجد قدامه زي ما دلوقتي محمد صلاح شايفينه في كره القدم، في امل للاعيب ان انا عايز ابقى محمد صلاح. في امل حضرتك قصدك تقول الامل اللي وصل للقدوه تمام. مش موجود تمام. فانا رايي ان البدايه ان احنا نستغل الناس اللي موجوده دلوقتي اللي بتنجز دلوقتي، ونحاول ان احنا نحطهم في ضوء في الاضواء زي ما بيقول، وكبر عيله التنس تمام. الارضي بحيث ان كل يشارك ونلم العيله مع بعض تمام. والمشاركه، وانا بقول ما يبقاش حد ليه قرار الاول والاخير، لان ده لا يصح، ومش ممكن حد فرد واحد يمشي البلد، ومش ممكن مجموعه واحده تمشي البلد. لازم كل فاللي بيحصل ان البلد بتقف. طب بيجي بس. النشاط بيجي النتائج. طب قول يا كابتن احنا افريقيا دلوقتي تمام، وضعنا ايه؟ واصلين فين افريقيا؟ بص مصر طول عمرها هتبقى على قمه تنسيا في افريقيا، على قمه مش بقول نمره واحد. واحد خلينا نتفق ماشي، 3-4 في الحدود دي. لكن اللي بيحصل دلوقتي ان في دول تانية بتتطور، يعني دول يعني زي مين سبق في جنوب يعني افريقيا طبعا جنوب افريقيا طبعًا. ماشي بنتكلم فيها بس انت عندك دلوقتي مثلا نيجيريا وغانا ويعني في دول تانية بتطلع لعيبتهم في امريكا. بتكلم على لعيبتهم لا انا اكتر بشوف شمال، لازم نتكلم مثلا على الناس التقيله مثلا، قلنا تونس والمغرب شمال يعني هي دي الدول. لكن مصر دايما في القمه 2-3 يمكن جنوب افريقيا معديانا شويه، لكن مش ده هدفي. انت عايز عالميه طبعا. ما هو انا ببص لكده، ببص للامكانيات اللي عندنا وممكن نعمل ايه. احنا بنحلم يا كابتن، يعني نفسنا نشوف بطل. مش حلم والله يا كابتن هيثم، يعني لورانجا لو شفت الولاد اللي انا شفتهم، لو شفت الولاد اللي انا شفتهم ما تقولش عليه حلم. انا الولاد في النادي الاهلي
بالذات وفي نادي الجزيره وفي نادي الصيف انديه كتيره جدا ماشي، عندنا كام يعني عندنا اعداد مهوله من المواهب ولاد صغيره زي الفل. طب كابتن احنا طبعا معانا على الهاتف الكابتن عمرو السنباطي رئيس نادي هليوبوليس واحد رفقاء الدرب. اهلا بك يا كابتن. اهلا يا عمرو. اهلا تامر، اهلا يا فندم، صح منورنا الحقيقه على شاشه قناه النادي الاهلي. طبعا حضرتك رئيس نادي كبير بيهتم بالالعاب دي، وبنوجه التحيه لحضرتك من قناه النادي الاهلي. بحيي النادي الاهلي طبعا، وبحيي اخويا كابتن تامر الصاوي اللي انا اقدر اقول لحضرتك ان هو من اعظم من انجبته مصر كلاعب تنس على المستوى الرياضي والخلقي وكل حاجه، يعني رياضي متكامل فعلا. كابتن اتشرف ان انا اعرف تامر عمري كله، وعاصرت ان هو عندي يمكن 8 او 10 سنين، واخلاقه واداؤه في الملعب ما اتغيرش طول العمر، فهو نموذج فعلا للرياضي المؤدي اللي على خلق المجتهد. اعتقد تامر توصلت يمكن 120 اي تي بي او يمكن احسن من كده، مش كده؟ مظبوط مظبوط صحيح مظبوط يا عمرو. يعني تامر من احسن الناس اللي حققت نتائج في مصر. فتامر يكون بس في امريكا بخلي ناس يمكن من الجيل الجديد، يمكن مش كل الناس تعرف تامر، بس تامر محتاج ان هو يبقى يتحط في المكانه الصحيحه، ان هو رول موديل او يعني علامه مضيئه في عالم الرياضه وفي عالم التنس. محتاج الاجيال الجديده كلها يبقى عندها خطوات كتيره، زي ما كنا بنتكلم على كابتن سعيد شافعي وغيره وغيره. في عندنا كابتن تامر الصاوي خطوه، ولازم الاجيال يبقى عندها خطوه عشان تعرف تحققها وتوصل للاهداف بتاعتها. طب كابتن عمرو، يمكن احنا بنسال اخبار التنس الارضي عندك ايه؟ هل يعني حضرتك اديت له الدعم منذ توليك المسؤوليه؟ يعني كلمنا اكتر عن التنس الارضي عند حضرتك. التنس حضرتك التنس اساس او تاسيس، محتاج تبدا يبقى عندك قاعده كويسه وعندك مدربين كويسين مؤهلين، ده السياسه اللي احنا متجهينها. ومحتاج ان يبقى في احتكاك قوي وحجم بطولات كويس عشان تقدر تطلع لعيبه. ومحتاج في المنظومه دي، ودي دايما بقولها في الرياضه، انه محتاج على الاقل 50-60% من نجاح اي بطل هو اللياقه البدنيه. الحاجه الاضافه الكبيره النهارده المنتل تفنس او التاهيل النفسي للعيب. فكل المنظومه دي متكامله هي اللي تقدر تطلع لنا بطل. صحيح. بطل نقدر ننافس فيه ويقدر يطلع وراه اجيال، ما يبقاش بطل فلته كل كام سنه. الحقيقه كلام طبعا كلام محترم يا كابتن، يمكن حضرتك لخصت لنا الموضوع بالحقيقه يعني في كلمات قليله الحقيقه، وده طبعا مش غريب على حضرتك، يعني حضرتك من الشخصيات يعني اللي هي عندها درايه كبيره جدا في علم الاداره الرياضيه. كابتن طبعا عمرو السنباطي رئيس نادي هليوبوليس، بشكر حضرتك جدا على وجودك معانا، وان شاء الله يعني مزيد من التوفيق. عمرو مبسوط قوي ان انا سمعت صوتك. شكرا جزيلا كابتن عمرو، شكرا جزيلا. يمكن كابتن عمرو السنباطي يعني مفاجأة يعني. بص عمرو ليه معزه خاصه عندي، طول عمر علاقتنا ببعض علاقة طيبة جدا، وبما اننا اتكلمنا في الموضوع ده بالذات، حضرتك عارف ان حاليا يعني عمرو لاعب تنس قديم وبطل طبعا تنس طبعا قديم، رئيس نادي هليوبوليس طبعا. عندنا باسل عيسى، باسل رحمي انا اسف، يعني رئيس نادي التوفيقية لاعب تنس يعني قديم، يعني عندنا عمرو جزارين لاعب تنس قديم نادي الجزيرة. رئيس نادي الجزيره طبعا. فيعني انا عايز اوضح نقطه مهمه جدا، والتغييرات اللي عملها. طب ما كابتن عمرو رجع ملعب الاوبن كورت اللي هو كان وانا اقول لحضرتك، لا استنى بس نقف على الحته دي شويه. كان في نادي الجزيره ملعب رائع، كان بيستضيف البطولات العالميه تمام. وكان بتغييره يعني عايزين الدنيا دي ترجع تاني. ما انا هقول لحضرتك مثلا يعني التغييرات اللي عملها عمرو مثلا في نادي هليوبوليس، باسل في نادي التوفيقيه، وعمرو جزارين في نادي الجزيره، ده قمه النجاح الاداري. يعني حضرتك لما نيجي نتكلم على قدره لعيبه التنس في انها تدير في الوقت الحالي طبعاً، اتفرج حضرتك وشوف طبعاً النتائج طبعاً ايه. فانا بسال نفسي، انا بتساءل بس ليه احنا النجاح ده مش في منظومه التنس الحاليه فقط؟ يعني حضرتك ان حققوا نجاح خارج منظومه التنس طبعا من باب اولى النجاح ده يبقى في منظومه والله التنس. والله انا لو اتيحت لهم الفرصه مش لا انا ما اقدرش الوم حد، زي ما قلنا هي مش مساله اتيحت او لم تتيح. انا بقول ان القدره على النجاح والانجاز موجوده
انا قصدي اقول انه لو تولى المسؤوليه او لو اتيحت له المسؤوليه جوه التنس قد يحقق هذا الانجاز. هو ده انا قصدي عليه، ان الامكانيات موجوده والنجاح حققه في مكان تاني. قصدي حضرتك ان اسره كره او اسره التنس حققت نجاحات في مكان كبير، مجالات يعني اماكن متعدده، سواء رؤساء انديه او في اماكن اداريه بشكل غير طبيعي. قدره اللعيبه التنس وابطال التنس اللي بتوع الجيل ده، شوف انجزوا ازاي في مجال الاداره. طب خلينا دي ناس انا فخور بيهم جدا. خلينا نتبنى فكره مثلا ونقول ونحلم مع بعض تمام، ان احنا يبقى في 15 لاعب او 15 لاعب ولاعبه نتبني تبنيهم مثلا على المستوى القريب لاعدادهم بشكل مكثف، بحيث ان احنا نشوفهم في يوم من الايام يمكن ناخد السن اللي حضرتك قلت عليه 7-8 سنين ونستمر بلان 8-9 سنين لغايه ما نشوفهم على منصات التتويج. يمكن يعني نحلم. لا انا شايف والله ان احنا مش بعيد عن الحلم ده. وبعدين انا عايز اقول لحضرتك حاجه، حضرتك بتتكلم على نقطه وهي الايمان بالنجاح. صحيح. كنت انا ابقى موجود هنا لو انا مش مؤمن بالنجاح؟ طبعاً. كنت اسيب شغلي في امريكا تمام ونعمل الكورسات دي في مصر؟ غير لو انا مؤمن بالكوتشات المصريه طبعاً. واقول لحضرتك برضو حاجه وهنفتكرها مع بعض وهنتكلم فيها، لن تقوم المنظومه التنس المصريه بنجاح الا بايادي مصريه. اي حد هيحاول يقول لي ان احنا هنجيب مدربين لبره وهو ده اللي هيحل المشاكل لا يصلح. انا هاخد من حضرتك تصريح يا كابتن، انا بقول لحضرتك اما بقى نستفيد من الناس اللي بره. طبعا انا جبت طبعاً ناس حضروا من امريكا في الكورسات بتاعتنا، لكن انا عايز مدربينا المصريين هم اللي فاهمين الاهالي، هم اللي فاهمين عاداتنا وتقاليدنا، هم اللي فاهمين الولاد. يبقى لازم نقوم بالكوادر بتاعت بلدنا الاول قبل ما نبتدي نبص لبره، ونحط منظومه لبلدنا ولظروف بلدنا، حتى لو فيها ظروف ماديه ضعيفه يبقى الاداره لازم تكون على اي كفاءه. انا عايز اقول لحضرتك ان حتى اتجاه الدوله دلوقتي كله لابنائها، يعني شفنا حتى في كره القدم في كل المجالات كله رايح للمدربين الوطنيين. طب كابتن يمكن احنا وقتنا مر بسرعه، بس انا عايز رساله بايجاز كده حضرتك توجهها لاسره التنس الارضي بحكم خبراته، بحكم اللي انت شايفه، بحكم ان انت من طيورنا المهاجره اللي بتساعد بره كمان في التنس. رساله في كلمتين لو عايزين التنس يرجع او يبقى على منصات التتويج. انا الحاجه الوحيده اللي انا بحذر منها واللي انا بنصح الجميع بيها، اللي هو لازم يكون عندنا ايمان ان احنا نقدر نعمل الكلام ده. وانا من الناس اللي مؤمنه، حتى الناس اللي موجودين في الاداره حاليا عندهم القدره انهم يعملوا افضل، وده اللي انا بتوقعه، ده اللي انا بطالب بيه علشان ولادنا الصغيرين يقدروا ان هم يستفيدوا في الوقت دوت وما يضيعش عليهم. كل سنه بتروح بنقتل لعيبه كتيره جدا في كل الرياضات، وانا عايز اللعيبه دي تستفيد وتطلع. فقتل الامل عند اي طفل او طفله كافي ان هو يخلص عليه. فارجو ان احنا نديهم الامل ونبص للعيبه اللي انجزت قبل كده ونحاول نوصل اللعيبه بتاعتنا لاعلى مستوى. صحيح يا كابتن، الحقيقه يعني رساله غاليه وكلام يعني بيجي مليان بالتعب والجهد اللي حضرتك بذلته على مدار سنوات طويله. الله يخليك كابتن تامر الصاوي، طبعا احد ابناء النادي الاهلي منتخب مصر ويمكن من اعظم اللاعبين في العصر الحديث اللي حقق انجاز للتنس الارضي. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. انا اللي بشكرك يا سيدي، نورتني وشرفتني في قناه النادي الاهلي. شكرا شكرا جزيلا. اعزائي المشاهدين، انتظرونا يوم الاربعاء القادم ان شاء الله الساعه 8 باذن الله ل 9:30، قصه جديده وحكايه جديده وبطل جديد في برنامج الابطال.